الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين بلامنا إن شاء الله تعالى سورة التحريم، سورة التحريم وسورة مدنية. أنا سورة دي جسكة وقدم بيسي وأنا الإسكوة فقصية هاي سورة دنيني مدنيتها هاي مدنية بالإجماع. آياتي هذون والله بقية طبعا آيات ساركتان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، نبيو لما تحرم محاد حارنت نمين إيسا ما أحل الله لك، أي الذي أحله الله لك كو إلهيكو حلالي وحلاشك أغي إلي محاد حارنت نمين إيسا ورن إيسا حارن بيغته تبتغي حال أدون إيسو محاد حارنت نمين إيسا مرضات أزواجك دمر كاغا إن أدرالي قريسة أدون إيسو محادو حارانتين من إيس حالات سيدة أدون إيسو محادو حرم إيسان. والله إلهي غفور وادم بداف بدن يهي أو حل قرم بدن يهي رحيم ونحريس بدن يهي. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله حقيقة إلهي والشرعيي لكم إذنك وحيدين شرعيي ويدين تدايي وشرعي دين كيالي تحلة أيمانكم دارهن إنا حلاشتان وأكو حلاشتان كفارة قدك ككفارة قديسان كو حلاشتان تاسو إلى هيدين تدايي فرضا وبمعنى الشرع واتدايي. والله إلهي مولاكم وقرقارهن إسا إذن قرقاري وهو العليم الحكيم إلهي وك علم بضن وحو البؤق الحكيم وحكمة بضن الشيء ولبهل كوكها بوية هاي دقايا. وإذا صر النبي إلى بعض أزواجه واذكروا حد حسنا إذ أصر قورتو سريستي أمقر الصدي النبي نبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه دمر كيسي قار كوذو لسريستي أما أوريه سقار كوذو لسريستي حديثا ور أو ور سرع الشاقي فلما نبأت به مركا يكور رنتي وركي وأي قبر كلا يغور رنتي أوري كلا يعني أمدا قلد إذا يغور رنتي وأظهره الله عليه كورن كأي كورن إلى هين النبي أغيسي أطالع فيه عرف بعضه وأعرض عن بعض عرف وأشاغ وقرنسي بعضه وركي وحكم إذا أيوب قرنسي وأشاغ وأعرض عن بعض بدنا وكتشيستي أو مشيقين. فلما نبأها مركو يضع غور رمي النبي صلى الله عليه وسلم به خبر كاء غور رمي قالت وحيتري من أنبأك هذا يا كاغا ورميكن أو وركنا يا كوشاغي. قال وحر النبي صلى الله عليه وسلم نبأني العليم الخبير وحيغا ورميك علمي قبضنا يا أقون تبضنا بإيغا ورمي بمعنى الله بإيغا ورمى معنه دعيا. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما انت توبا الى الله ادى الهي توبت كنتان لبدين ادمروا فقد سقت قلوبكما اي تقبل ولينك اقبليا اما يتوب الله عليكما الهي وايدك توبت اقبليا فقد سقت حقيقه وي ايلتي قلوبكما لبدين قلبي باي شيء واجبك السدو اها بيك اي شيء لبدين قلبي. وان تظاهر عليه هذا النبي استكى الميستان أي تتظاهر قراءات كقار كودنا وحى الآخرية تظاهر تظاهر مركا اللي يلاهدنا وحى النقر إيسا لبدي التعود مد إن ضعد اللي دحق لي وإن تضع اللي بدلي دبنا الضعد ضعد اللي وإدغامي ساسي مركا النقر إيسا تظاهر مركا اللي يلاهدنا مركا وحوية قراءات المصحف قصيرة تهينا أو تظاهرة ومن باب حذف إحدى التائين لبدي التاؤد بمدل الحذفين
أي تتظاهر عليه هذا النبي سكى الميستان فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين يعني دي بميسان وحبي لميسان فإن الله إله إبا هو مولاه قرقاره سأه وإله إبا هو قرقاره وجبريل جبريل با قرقاره سأه وصالح المؤمنين مؤمنين تكود وناكسا أي قرقاره سأه والملائكة ملائكته بعد ذلك نصرة إلهي يا مؤمنين تبقوا قرقاريان دبدد ظهير أي ظهراء وقرقرقاريان أهو قرقاري النبي صلى الله عليه وسلم سورة أول كيد آية ظهر وحي إليهن السبب إليهن أفرت آية ظهر وسحرين لبص هذا كل الدوان بال السوري صوي وحي شيء سائل النبي صلى الله عليه وسلم قربتي مركي تهيو حسوم مري تري كيره سأيو مركا صوب وغن تريو وصوو دم مري تري الدام دو مركا او قبا اي بضنايين وصقال دو مر مركا او كل ميي يعني مدول بميلة دي سنو لسيبو ميلة دي لاده هاي وقت هو ديران ايا كورقب كنوحو كين سن ايا ان مركا لقور هايو ومر والبلو اوغا دو مالي والبا ساسا اوه قربتي صوب وغن تريو يعني مدول ما وحي قبطاء يسوم مري تروك السوم وريد تري طبعا ما وحي أركان دمرك قاركوز قرق الزينب إنو كوير الرهاقي زينب نوح الله كان الملب نبي قنا صلى الله عليه وسلم وحمعان واتعلا وقت النبي صلى الله عليه وسلم سنكر يمسه قارين وسنكر النبي قم أعرق لكن ملب كأيو حلوة دبا واتعلا حلوة دبا هذا الطنل السمائية نوعا أماءها يعني وحلوك إذا أشياء مركا معان للسمية لقد تلمامي لكن قابك إنه صدا وافق سنا لقمت تلمامي أما وحل لقد السمية إنه سوافق سنا مركا مشي مربكا سيسين شرتي زينب عايشة هي حفصة آيات الشضي طب أنا وحي إلى هذين مركا أمتك والبا أيما دو قرق الصوق له وحاتنا هذا رأي حظم حيتها أرتب ما مغافير با تصعنتي مغافيرتو حوية واقيد حبق ياشا حبقتي سنعور لا ضايداني سيدا عميد والي بها كتر أهضو سيان زيادة دا اللور ديران أي كتر مصير با قصوان هل كيبو دا النبي صلى الله عليه وسلم مركو قرية صوق علي أي متكود وحي كتري يعني كيح مغافير أي مركا لقا دريمية أجد منك ريح مغافير مياد عنتي مايا ملبان مركعنا مركع سيوا حي لا وحا لغا يابا شنيده هدبا او بخي جيت كاس ان اي داق دا لغا يابا او سدا اورتا او ملب كو يش سدي با مركا اي كو يراهد النبي صلى الله عليه وسلم تدنا النبي و خيري مركا دب او معني مركا قصدا ملب كو سابسن ايدو كو سو دغن علماء و يراهدين مركا دارينو كدارتي اما وح دار كدغن او يري بان لغا قادنا يا آياد قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم مركز صابت يكسو دكتي واساس تاسي وحي كسو غنطهاي بخاري مسلم قصة الله بعد وحي كسو بصنطهاي النبي صلى الله عليه وسلم أدون تيسي مارية القبطية الورنجري ووحد عضي كبدا أدون تأهي مارية القبطية الورنجري وحوسو هديي زيادة هم بين اسكادرين آيه بقر كي مقوقس باوسو هديي مصر هايستي بقر كاسي ما إسلامين لكن قدرين دو النبي قدرين أيو احترام أيو موتشي هديدنا وأصادرة نبي قلنا صلى الله عليه وسلم هديد دي واكا أقبل هديد دي أصادرة وحكم إذا مارية القبطية وحكم إذا مركة الدمير يا أشياء كلا وحلقا قادنا يا هديد قال صادرة إلا أقادن كرو وحشروض وكحرن هدي أيني مرتشرين هدي الدقالك إلا أقبالي كرا لغا قادنايا موالات لغولي يشينا آني نقوني مرية القبطية وحيا هيدا دون مركا النبي قليه صلى الله عليه وسلم إنم بابا يقول الشيور إنك إبراهيم لورنشري أسقيري أيابي النبي صلى الله عليه وسلم وبتكو النبي قلت علي
dhamaan waxa u dhalay Khadija bint Khuwaylid marka laga reebo inankaas inanka Maryat al-Qibtiya wala shay maalin maalmaha kamida iyadoo Hafsa guriga ka maqan tahay ayuu Nabigu sallallahu alayhi wa sallam Maryat ugu tagay guriga Hafsa dadna waxay u soo gashay Hafsi iyadoo uu Nabigu la joogo Maryat de guriga Hafsa uu la joogo markaas ay waxay garatay inuu Nabigu sallallahu alayhi wa sallam tagay Hafsa arrinka waa ka xumaata waxay tiri ma gurigaygii baad adoontaada ugu tagaysaa markaasad firaashkaygii ugu tagaysaa taasiinan marka kula liito dumarka kale aanan kuula mid ahayn soo sheegi mayso sidaas markay tiri ayaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hiya calayya xaraamun xaaraam bay iga tahay maanta laga bilaabo xaaraam bay iga tahay inaan tago si u raali geliyo laakiin cid ha u sheegin markuu sidaa ku yidhi iskama yahaysane caaisho ay saaxiib gaara ahaayeen ayay warkii u sheegtay marka aayaadkani sidaasay ku soo degeen labada sabab nuzul labaduba waa saxiix oo midna bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay midna bukhaari iyo muslim kuma sugnee nasaa'i wagayruha ayaa soo wariyey nasaa'i iyo xaakim iyo ayaa soo wariyey sanadkuna waa saxiix ahlu cilmiga qaarkood labadaba waa kuwada xambaareen oo waxay yidhaahdeen waa dhici kartaa in laba sabab nuzuul oo kala duwan aayad keliya ama aayad keliya ay ku soo degto oo labaduba sababtii noqdaan halkana saasoo kale ayaa lagu xambaarayaa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu ugu yeedhay magaca nebinimo yaa ayuha nabiyu annabiyu waa maxay annabiyu waa min annabwati nabwaa laga soo qaatay nabwada maxaa la yidhahdaa meesha sare ee taagan baa la yidhahdaa marka macnuhu wuxuu dhacayaa waa kii koreeya sharafta badnaa oo min annabwati baa laga soo qaatay ama min annaba'i baa laga soo qaato warka ah waa kii loo waramaayo loo waxyoonayayo khabarka qeybka loo sheegaayey oo min annaba'i baa laga soo qaatay xadiis baa waxaa lagu sheegay in nabiga lagu yidhi oo dadka qaarkood ay ku yidhaahdeen yaa nabi allaahi dabadna waxay leeyihiin nebigu wuxuu ku yidhi lastu binabii illaahi innamaa ana nabiyullaahi nabiyullaahi ma ihiye nabiyullaahi baan ahay xadiiskaasi waa mawduuc waa been abuur ha ku kadsoomin wax jira maaha mar labaadka wuxuu ka hor imanayaa aayaadka qur-aanku ka hor imanaya waayo qur-aannimo waxaa loo akhriyey mawdic kasta oo annabiyu iyo annabiyuuna iyo annabiyiina ay ku sugan tahay hamza la akhriyey oo qura-ada qaarkood akhriyeen marka qur-aannimo bay u sugan tahay marka xadiiska mawduuca ha ku kadsoomin qur-aanku ka hor imanaya yaa ayuha annabiyu bay akhrinayaan qura-ada qaarkood waana mawdic kasta ee qur-aanku timid saas awadeed ha ku kadso min xadiistaas wax sugan ma waa mawduuc marka minan naba'i baa laga soo qaato warkii ah deedna hamsadii baa ibdaal lagu sameeyo yacl loo bedelay markaasaa dabadna laysku idqaamay labadii oo oo annabiyu markay ahayd hamsadii marka ya laga dhigo labayo ood baa kulmayo tohora reebban tahay tadamana xarakaysan tahay qaacidadii idqaamka markaa ku rumowgeysa marka waa kii loo warramaayo xagga ilaahay looga warramayo looga waxyooriyo lima tuxarimu maa axala allahu lak marnaba ma dhicin qur-aanka gudihiisa in ilaahay ugu yeedho magiciisa nebiga sala allahu alayhi wasalam oo yidhaahdo ya muxammadu ama ya axmedu laakiin wasfi baa loogu yeedhaa sifo yaa ayuha annabiyu yaa ayuha arrasuulu وصف النبوة أما وصف الرسالة الله يرى أما وصف ملابس ليها يكون لها يا الله يرى يا أيها المدثر يا أيها المزمل تشريف إلى هاي الشرفة يا رمجي عيسو كلي أغيري أحاديث تواقص أروتي سيدة حديث جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت إلى آخره لكن قرآن كينك الله نبي هذا كلا واد عظيم هذا عود وكريه إن لا بيارا
يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. لكن تشريف إلى هاي الشرف أيه أيانو إلى هاي مقعي سوكرية قرآن كأغي للنبي صلى الله عليه وسلم سيدة أهل العلم وإلى ذلك. لما تحرم ما أحل الله لك؟ محاذ حرام تنمين يسوح إلى هاي كو حلالي محاذ حرام وقرد ليس حرام كشريس حين نقول إيسا أدونت إنو إسك حرام تنمي أو يلهي علي حرام أما إنو ملبك إسك حرام تنمي أدونا إياه إنا دمر كاغر رالي قليسو زوجاتك أدقبتي أوريها أدقبتو إنا درالي قليسي حالة دوريس مرضات هو مصدر ميمي مركا هو مصدر لو إضافية مفعول كيسي أدرالي قليسي الزوجاتك هذا أما هو مصدر لو إضافية فاعل كيسي أدونا يسو زوجاتك هو إنا رالي النقضان عايقوك لدويهن مرنا الرالي أهان شو زوجاته كل دعيا أو إرضاب معنه دعيا أدرالي قريب مرنا رالي أهان شو يو كدعيا وشي ظهر نصيف يعني اللي يلاهد هو مصدر له إضافي مفعول كيس مركا إرضاءهن أمر رضاهن. نبي روح صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وحيدينكم خير بضن رقو عد أهل كيس وناك بضن أي إذنكو خير بضن وإذنكو سيدتا أن أهل كيغا وأن إذنكو مركا وناك سنهن وعد أهل كيس وناك أصم إيسا أنا إذنكو وناك سنبوف مركا فضيلة كترتا وحي آن شرع قديدين إن أهل كاللقر لقليو يعني وحا كتر أخلاق وناك يردقم وناك باكسغن خيرية بلغهرية إلهي وغفور الرحيم ودمرداف بديهي ونحريس بديه معنوم حود عيا إلهي وقود عفيا أسماء إلهي مركا لغو ختمة هي آيات مناسبة كرد حيث آيات إيو مقعية إلهي لغو ختمة قصة لصررة وحل الشيخين ننبا وفا أخريي آيات دي كصاب سنيد حد السرقة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نكي قارق أخرنا أي هلك أقل ضيو وفر أخري والله غفور رحيم. نرمي مغلي عربة وحر كلام من هذا هذا الكي يأسكلا أدخريسو مركزو إلهي بيلي مركزو مي إلهي مارن إلهي ما أرن وري إلهي بيني ماي إلهي مرمو قارئ بعد بسر النقضي وحقادي خاتمة آية إنه قلضي أو الله غفور رحيم إنه كختمي مركز إلها والله عزيز حكيم مركز إلها صح تصح أبنه هدوى نهر مية علم مبرا لكن حقرتي والله غفور رحيم إن مركز الله ختمي إنه مناسبة هين نكر الميغا وحيري عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع وفرسادة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. وحيري عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع يعني عز إلى هاي عزيز بؤهاضي هو مد عزيز وغالب وقعان سرعي وشي لم يدئان وتشرين ومد حكيم وحكمة بضن وشي ولبهلك كهبون يا هاي دقيا يعني حكم ولبهلك كهبون يا هاي أيو دقيا وفقطع قعانت أيو تشري بمعنى عزدي سي حكمة سا وحي كان سني سي إنو حكم قعان قوين تتوق قعانت لا تشري عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع حضور دافر هاي النحريس اللهانا مقو ينقع انت معنو حود إلها اسكح هذا الدو إلهي بايدين دافيين يا إلهي بايدين دافيين عفين يا معنو حود إلها مركا حكمة با كتر تختام كآيات دلقو ختمة والله غفور رحيم معنو حود عيه إلهي واكو دافر وانا كون نحريسا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلهي وحيدين شرعية يايدين كذيين داريهن إنا حلاشتان وكفارك حلاشتان
كفرض الله على سنة يروح الله ينقش في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. آيات سورة المائدة إلى حين وشيء كفارة دار تلقى كفارة قدام مركا تحلة أيمانكم معنوح ودعيا إن داره نحل الشتان أو حلو حلا شنيا وحنسي يدم بيجي لقى جب حيا إن لقى كفار جدو تصل جب حيا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه وحيله: إذا حرم الرجل أمته فهو يمين يكفرها. نوح أخري: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ننكو حدو أدونتي سيسك حرام تنميه أو يلاد حرام بيقطعي ودار وككفار قدايوي أريدي سادو إسك حرام تنميه وصاص الله مكا أريدي سادو إسك حرام تنميه ودار وككفار قداي أدونتي سادو إسك حرام تنميه ودار وككفار قداي مرهدان الظهاري وحكا لأن الشيء يعني وفي معنى اليمين يعني الدار أي مركا لم معنى تنقنس وأشياء ذكر كذا الصيغة وأين الدار أهين وحكم داردي لا تأيتها نوح أخري: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آية ذكر نوح مذاهب تقار كذا حكم كأنقبني وحي رادم وحلقو حمباريا النبي دار إن راعي اللفظ التحريم أو استعمال كليا دارت إن لقى ترتيب ودار لقى لقين حكم دارد لسينين بل لغو حمباريا نقل أي أكينين دار تاسنا مجدو سيدا ظاهر كي وقول كودا سيدا خلاف صن أي ظاهر. والله مولاكم إلهي با قرقاريه النعاء أيدين قرقاريا أو إلهي النبي أي مؤمنين تبوأوا قرقاريا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إلهي با مؤمنين تقرقاره دا قالت النبي صلى الله عليه وسلم: الله مولانا ولا مولى لكم. سلا كلها مركي قال ذي قريش ذا يلادين لنا العزة ولا عزة لكم. قال ذي قريش مركي سلا يلادين وحو النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ ما هو جوابتان وحو يلاد المحان لرهنا أي الصحابة يلادين وحو روحة رهضان: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. إلى حيبا مولها يقع النوق قرقار يناصر كيقع إذن كنا وحمول أمره دين وهذا دين الله إلهده ومحا هذا الله حمبارا يا آيات دكال إلهي الشيقى إن قال ذنا إلهي موله ذيهي: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يا آيات دكال الله يري هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. مركا الله وضع آياته دي آياته سورة القتال أما سورة محمد يلا وضع آياته كنسل وكل من أيام ويلا وضع آياته وحي السقيان إن حق موله دو الله أهلو علينا يوم مارين تقيامين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. آياته كلواب مركا والله قرنا يا السياق الله وضع آياته بإنه كساب سيهن قال ذا: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. مرك الله إنهم مولاه ذي يهيب الله شاغي علماء وحي إلى هذين قرآنك إسكمه ريماد وإسوافقي آياتك قرآنك سبوا إلى هاي خلق قردن مولا أقو يهي سبان خلق قردن مولا أقو أهي بعض قرد مولا أقو يهي مؤمنين تمولا أقو يهي وحق مرك لك إيغو إنه الله يهي خالق أبورتي إنه الله أهادي كمرك أرزاقية كون نعمينية ككت تصرفية كسيد الدون أجرية حقا مرك لقى خلقي قول لنبو مولا يهي إساقا أبورتي إساقا النعمينية إساقا أرزاقية إساقا عافمات كسينية إساقا كت تصرفية سيد الدون أجرية أما الشيء الذي سيتصرف كيس كفرية وأدومه سي سدو دونه كليا
اعتبار كان مركا لقائد وخلق دوناً مولو أوليها حتى قارضا الآخرة بس دو دونو قليا وتصرفا ياهي إساقا إسكاله سكرا مركا لقائد وحق النصرة إيا قرقاركا مركا لقائدنا قارضا قرقار إلهي ومعها مولا ومعها المؤمنين تغيهي وآيات سورة محمد بشريف والله مولاكم وهو العليم الحكيم إلهي وكوح والبؤب علم بضن حكمة بضن حكمة بدنان تيسي علم بدنان تيسي نوحي لها أي كين ستيوح كمدا شرعي أنت كفارة أو شرعي كفارة اليمين الله وحينه الشيء يا النبي صلى الله عليه وسلم أريه سقار كمدا إنه ورسر أو شيء وركي سرت أهانا إنه سي شاكتي أمتك لأي شاكتي دنقلت يدا أشتري تشجعي سوا حفصة تلو شجعي أنا وعائشة مركي وركاك ورنتي إلى هيبة أجيسي النبي صلى الله عليه وسلم إن سرت أي كورنتي حفصي أي إلى هاي النبي أجيسي صلى الله عليه وسلم لأن النبي وركي بأدعى الساري أو أشجعي وحكم ده وحكم ده نواك جابصي وحلق قادنيا أخلاق ذا النبي السيدي أونات سنيد بالق قادنيا خيركم خيركم لأهلي وركان خوشي معنا أنا مؤرن محاذو الشيكتي أما كوك اللي فينا الشيكتي عنا أنك متاكتاقين ما عقابين وما قراعين وما قودين وما هنكبين بس وحوط المامي وركي وحكم إذا انتا إنا الشيكتي ولبا ما وضر دمين سقوك طبضا انت وركي قبصدي كلمة ان اغور رمحت مصمي عربت واحد يكون مامان مستقصى كريم قط روح شرف بدني كمحل ليراضه يعني وحوي قلت كاللقاق علي انه دمان وضى الشيغو انه حبت كتين تاس مصمي استقصاك مصمي عن وحبال الرافع حنوال التلمامة أخلاق وناق النبي صلى الله عليه وسلم بالغ قاضنية اسألوا خبر كي ودعب عرف بعضه وأعرض عن بعض مع قابل ومقو الدين ورد بكه مشي لي مؤرن يعني عنانك ما تكتاق ما الضقال كل ذلك كما سمين وأنا خيركم لأهلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم خبر كامل كون النبي وقور رمي حفصة وحي تريا كوشاقي علمدوا وحي الاهدين وحي استري عائشة وقور رمتين النبي إن خبرك وشاقتي ظني قاسا كل عيب قالت من أنبأك هذا يا كا قور رمي نبي قم موروريتي والله يشاقي مؤرم وإيهام مصمين أوحر نبأني العليم الخبير أخلاق وناك النبي قال لك قادنا يا إلهي علمي قبضنا يا حكمة قبضنا بإيقا ورمي لبدي الدمر أها إلهي وحكي لي إن تطوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما دا إلهي وطوبت كنتان وحطوبت دا كن سدو واجبية التي ما دينو قلبي ذي نبا إي شيء أسيدي واجب كأهيد كأي شيء معنى وحود عيا طوبت كنا هذا النبي سكا شتان وإن عدبتان أي سكا الميستان وحب النبي يلي ميسان إلهي بأو قرقاري وموليه جبريل بأو موليه سوء قرقاري مؤمنين تكوى ذوناك سنبا أو قرقاري وموليه ساء ملائك توردن بأو قرقاري وصالح المؤمنين ومؤمنين توناك سنوردن علماء قاركود وحي إلهي هو مفرد صالح لو إضافيي المؤمنين لو إضافيين مركا تشنسي ما يكون دعيسا لفظه مفرد بها هذا مؤمنين تصالحين تردنين سوق ليان وحلقا قادنا يا إضافة ومعروح أن غنيسا مؤمنين تصالحين تا ولماذا قاركودنا وحي لادين وصالح وشمع صالحون أصل كؤها مركا نونكي وحلوكرا إضافة النون يا إضافة مكلمان
ووغينا وحلو جري التقاء الساكنين كالو جري ونطق قوي كبع عيسى لما أخرنا أيه وصالحو المؤمنين لما أرمي التقاء الساكنين كالدرادد ووغو دعيا هيا شقرال كي محلو قرده هدو مركا نطق يا كدعي تلفتادو ودعدايو شايقو هدو نطق يا كدعي التقاء الساكنين وكل اللو جري وادعذا قرال كلفتي سنة إلا قردا وادعذا نظائر بين القرآن ككلاذه إن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويمحو معها إن جواب الشرط أي قعد فانتهي ومعنه دعايه لبدا بمرك إلا قود الجواب هو جملة عصب الكاسو كانوا حنبرار جينيان وقف يد القرآن هو المهم الوقف والابتداء طال يرد قارك هذا القرآن كي حفظي وحكر لمن وقف يدي مركز هو حيستاغ يا الملاء المناسبة هين اللي استاغوا وحيكب لابا يا الملاء المناسبة هين لقب لابا والقرآن كماشا دونت اسمه تاغي كرتين ماشا دونتنا كما بلابي كرتين حروف تقول قيب ما هي وقف لي ابتداء وين أتقو قيبتا وقف لي ابتداء وين أتقو قيبتا هذا وصل صوحي وكان يسا جواب الشرط إني تهي أنصب كنا وحي تهي في عني ويمحو الله الباطل إلا بلابه ويختم على قلبك ليس تهدو واختي هذا قارك هذا واحد عضا فعل الشرط إنت الله الشيء جواب الشرط يدان الأخرين إنت اللي استهدو هذا وجواب الشرط ليس بلابه أو يعني سألوك القوي وقفك إيا ابتداء وأرن آد يا آد أمينا قلت هذا آد كأبدا عينك من تهي مركا تاسوا إن آد يا آد الله في الصدا كنت بقارا علمدو كألفين وكقرين هذا يبتو استراحات الضبدي وهذا كتابك مصحفك آخر كيسا واحد كواركي كرتا نسخوين كقاركود أما طبع هذا قاركود استراحات الضبدي وحلينا استراحات الضبدي قام مركا لقاها الله يو وحي شاقيا علمته وقفك يا ابتداء مركا كتبها يكسو قاتل بشيقيا مواضيع لقار كود بعلمة سو خلافان مواضيع لقار كود وقف لقى يا بني لقوخره نسخ كله هداد الراجع هذا وقف يا سيانو كؤلم وقف يا سيانو كؤلم مركا وعلمي يعني سيدي سئل لوبرت اي مهم تعي مركا انت انا مركا علمي يا سياند برن علامات كأي كقرين مشايخ دا مصاحف تدابع ذي وإن تسيد أقيبتا هل كأولا يسكتاك هل كأولا يسكتاك ميلان علامات اللحين أدوها يسكتاك علامات استاك ميلان اللحين يسكتاك مش يسكتاك يسوين النقطة ميلو حوية علامات إيرا المهم ويمحو الله الباطل فعل كان مضارع ووقي والله شرع إعرابهان وحوه وقويني يا ماشي ما يالو وحلم إذا سندعو الزبانية وحلم إذا يوم يدعو الداعي يدعو ومقرى سندعو ومقرى ويمحو ومقرى انت مدنا وحوه وقشرا إعرابهان مجلو لكن نطقق صدا يقدع ضي أخرسك أي قرال كان اللو قردي على هذا وصالح المؤمنين وأنه عصو كلاه وجمع مؤمنين تكود ولاك سنة والنبي قال قريس ملايس تولنا نصر ذا الدبديد نبي قال قريانا وظهراء والملائكة بعد ذلك ظهير سؤال بل سويدين كرا وقت يدا قار نواب اللي ويديه ملائكة ما دام يتشمع يهين الظهير أو مفردة محال الله خبر إلا واطي علماء الشيقان تطابقين وتشروا مبتدها هي خبرك أي استطابق يعني حق مركا تشمع النمضة أي حق مركا اللبا النمضة أي حق مفرد نمضة شوابت واحد تهي وحلو إفراد يا إريق الظهير ووزن فعيل وزن غا فعيلنا وحين نغنى يعني يستوي فيه المذكر والمؤنث لبك يا ددق شمع يا مركو يا اللبض واسكمت خاصة ولباء حين سيشيدنا حق مركة تأنيسك يتذكيرك يذا مركة شرطي كحراني
يعني حق مركا جمع نمضة إيا اللبا نمضة إيا مركا مد نمضة واسمد وجمعي وحلو عرريا سدا والملائكة بعد ذلك ظهير لبضينا وحلو عرريا ظهير مركينا وحلو عرريا ظهير مركا وزنقا فعيل مركا إيا اللبا إيا جمع اسمدا لكن تانيسكي التذكير كمركا لغو الرمائيو فعيل مركا مفعول لما عن النقنيس وها شرطية إن وحوي موصوف كذي الراعضة هدي مؤنث اللغة تشيله هدي كلا وإن لا تعنيسية مركا وحلوش هذا ظهير معنو حود عيا ظهرا مركا تطابق ويا الله جبريل لو قرب مركا الله شاقة مر وحلو شاقة قارب الله شاقة عينا مرنا ملائك تعام كلا شاقة كتشيرا مركا لو قرب الله شاقة مؤمنين تونا أكثر وقرقار يا النبي صلى الله عليه وسلم وحكم ده أبو بكر يا عمر باوه الرية والله بدي أبئ الله بدي أدو مركة لعلي أهاضي معنى وحب عيا حتى أبياشين وحيو قرقار يا النبي صلى الله عليه وسلم تحلة ومسدر حلل تحليلة بأصلك أها لبنا تحلة بني أعلال بالوسم وحان الله كان فعل عينك الشديه هي مصدر كذا قياسي قال لك كان وحروم مركان نقنيا تفعيل بنقنيا هذا صحيح يا هي وأنا مضاعف يا مهموز مدنا بقى هين وحروم نقنيا تفعيل سيان قياس هاي إنه واحد بعد تفعيلة اللي قلت كان تبصيرة هي تذكرة وعلى خلاف القياس هذا مضاعف يا هي تفعيلة هي تفعيل لبضى بوالغو كينا لبضى مدول بوالبعضة أن لغو كينا لبضى مدول بوالبقيمة داك لبضنا ذاني هدو مهموز يهينا لبضى وقياس السيدة الصحيحة الله وحر يا أيها النبي نبي دانو لما تحرم محاذ حارانتين مينيس ما أحل الله لك كو إلهي كو حلالي يي محاذ حارانتين مينيس أحلوك إذا أدونتي أما أحلوك إذا ملبكي أما لبضى بقى تبتغي حال الدون يسمى حاضو حارانتين ما ينسى مرضات أزواجك ضمر كاغا إن أدرها لقلس الدون والله إلهي غفور ودم داف بدنيه رحيم وأن حريص بدنيه قد فرض الله لكم إلهي وحويدين تشديي تحلة أيمانكم حلالين تدارتين حلاشتان وكفار قدأك حلاشتان نبي قواك كفار قدأي سيدة صحيحة وأدون أي حري بعض أهل العلم أو يلك ما كفارق ودين واتشران وحسن البصري بقى لقصه النقليي وهي النبي قدن بقيسي هوريه قدن بقيسي قدن بابا والا دافع لكن قول كاسي وضعيف أو دافتان قدن بقيسي الله دافع كنسان ما أيوه كفارق قد صاب كنسان تهدو لي ما دينا نو كفارق قدن كنسان ميس مركا واكا كفارق قدن سيدا في عمبانو ليمي أيا لقو حنباريا أو أدون أيحري والله مولاكم إلهي وقرقاره إنه إسلا إذن قرقاريا وهو إلهي العليم وكعلم قبضنا الحكيم وحكمة قبضنا الشيء ولبه الفكوة أبوني هاي دقائي وإذ أصر أي وذكر واحد حسنا إذ أصر قرتو سريستي أما قرصدي النبي النبي إلى بعض أزواجه دمر كي سقار كوضو لسريستي حديث صور أو ورسر أو شغي واجب كنروحها سرت النبي إن لقريه أي واجب كوها فلما نبأت به مركي وركي كورنتي ودنقل ذي كرائي وكورنتي تكور رميسان وحفصة الله وكور رميان وعائشة وأظهره الله عليه إلى حين أبيسي النبي صلى الله عليه وسلم أرنك أطالع سي عرف بعضه وركي وحكم إذا هو أقرنسي وأشيغي حفصة أشيغي وأعرض عن بعض بدنوا كتشيستي ومشيق فلما نبأها به مركو قور رمي هذا حيود عيسى حفصة قور رمي به ذنا وحي نغن عيسى خبرك ورك قالت وحيت لمن أنبأك هذا يا كا قور رمي وركا إشارة وحي كود عيسى ورك قال وحر نبأني العليم الخبير وحي قور رمي كعلمك بدنا يا أقوم تبدنا بأي قور رمي أو الله إن تتوبى إلى الله هذا توبت كنتان وحق إلهي وتوبت كنتان تقبل
ولا يدين كأقبل أيام فعلا النواب كتوبت كانين وكتوبت كانين مربع هذي كتوبت كانين التائب من الذنب كمن لا ذنب له كي الذنب كتوبت كان وحلم يدي هاي ميدان ذنب لها يقولم يدي جواب الشرط وحن قنا إياه مد محذوف أهل قدري السياق لقى قرني فقد سغت قلوبكما جواب الشرط قلنا وأيو جواب الشرط هو وإنه كحدنا هذا هيلتانك اللي هلا يا شرطك كحدنا هذا وهذه شرطك اللي هلا هذه شرطك اللوايين اللوايا تقلبي قوينه إيشنا شرطك كما حدنا شرطك وابو كهر يا إساق شرطك صابوه توبض إلا هلا يعني مركا صغو القلبي يعني إيلتك قلبي قوينا أيو أيابك ينصدي مركا تقبل ولا إذنك أقبل يا توبض فقد صغت حقيقة أوي إلى قلوبكما قلبي يديم روح وحوصق ناضي قلب قرى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفي حد ما الروح وليما دم قلب قرى لي هي لبض الضمر إلا بقى قلب أي لهايين محال لو تشمعيو قلوب لو يري مركا إن قلوب لا يري هذول تشمعيو حد أنا مركا وحوية لبا مركا الله إضافيه مين اسكاري مني شوابت وحي تهي قلباكما إلا يدهد لك رهيستي وحل لك رهيستي إلا كل ميلا بطسني لبا الشيء لبض ولبا نمشي جيسة فيما هو كالكلمة الواحدة شيء كدقا كلمة كلية إلا بطسني إلا قليو بالك رهيستي ساسو كلمرك بعد صدى فصاحة بضن لي وحي النغون يسا إلا تشمعيه أو تشمع اللبض الله إضافيه سيلا قف الساحب ضيها هنا وحي النقون يسا إن لبض تصنيع لسوء إضافي إن مركا مر لقد يقول مركا لبض الله إضافي أنا وعد هذا فسد حوج مركا سيد وقف الساحب بضني بآية قتني قلوبكم أساسا لوني وإن تظاهر عليه هذا النبي جاي سكا الميستان إن النبتان دراد دي سكا شتان فإن الله هو مولاه أي لم تضر وحبي يالي ميسان النبي وحيدا وحبأوا يالين فإن الله هو مولاه إلهي با قرقاره سوه قرقاره وجبريل جبريل با قرقاره سوه وصالح المؤمنين مؤمنين تكوه ذوناكسا أي قرقاره سوه والملائكة بعد ذلك أي بعد نصرة ذلك انت قرقاره ذا الدبدود ملائكتنا وحيهم ظهير أي ظهراء وقر قرقاريا للنبي قرقاريا الله حيري عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن عسى ربه ربك وحمدي هي وحقيقك هي إن طلقكن هدو النبي إذن فرد مانتين ضمرو أن يبدله إنه قبدله أزواجا ضمر إنه قبدله أي إلهي مدي هي وحقيقك هي دمر كاسو خيرا منكن إذن كخير بدن دمر كاسو مسلمات دمر إسلام دمر كاسو مؤمنات دمر كاسو إيمان له دمر كاسو إيمان له مؤمنات قانتات دمر كاسو إلهي أطيعي وطائعات دمر كاسو تائبات إلهي وطوبت كانوا حقي سوصوا النقضية طاعدس دمر كاسو عابدات إلهي عابدائية دمر كاسو صائحات صومن أما صائحات دمر كاسو مهاجرات إلهي درتي أسو هجرودي ومهاجرات دمر كاسو صيبات يعني عرمل ورقه رسو مري وأبكارا يعني بكردنا بمعنى بعض قودنا أي عرمليهين قاركودنا أي بكرديهين وشبديهين واحد بعضي نبي صلى الله عليه وسلم حاسسك سأيا مصروف بي مركا ويديستين أنا مصروف كمركا أكردية أما مصروف مركا زيادة أوصيه نبي قلنا الزاهد بها يؤدو يدوا كالزاهد مركا سأل نبي صلى الله عليه وسلم أو شاسي مركا دعضي وحو كدارتي دو مركي سبل بو كدارت آلا من نسائه شهرا ورباد بدنا فافي أنصح أهيد والنبي قدمر كي وافري ورعرنا إياه أي الدولي نحن نحن ذا سمر كي أي قشي مقالدي
أي عمر بن الخطاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقلي دانو حكول يا رسول الله نياد فرطي دمر كادي دان النبي بوحول صلى الله عليه وسلم مايا عمر باتتك أصاب بحي دانو حول النبي والدمر كي مفور عمر يا أبو بكر لبضبا هبلوه دي عنامتين أرت النبي قمر كل شيء عمر وفهمي قصة نبي أو وشجي سؤال فرح كم وقم وأرك حقا مروق أي كم وغنس عمر وحكوي لا دل أرك لهذه بلايو بيل كينا نكر دي ويدي ستي سيدان كسمي يا حل كينا وحكا قبل ستي وهذا يابي لهي هذا المعاصر سطلا وكسان نبي قمو الصوبة وعدو العدي انت أسانو قد شيء دي نبي قمو يعني مشكلة حقا كخفيفية إن أنت سيبو أقري dabadna marka waa maaga canan buu ka taagay aad buu marka u dagaalay waxaanu marka ku yiri nabigu waa ku furi lahaay anigu uu ka xurmeynaya ka daaya nabiga dhibta dhibaysan inuu gacanta wax ku yiri dhufteen waan filaya haddana wuxuu u tagay Aisha wuxuu yiri nabiga dhibta dhibaysan ka daaya hadii kale ilaahay wuxuu mudan yahay tumar idin ka khayr badan inuu ilaahay u guuriyo oo idin ku bedelo ay ilaahay mudan yahay عايش واحد كتير محا النبي صلى الله عليه وسلم يدمر كيسة كسور دحجري إن أنتي سكما وران كرت دوار الدولي يا لكن عايش هذا النوع عصبتي أبو بكر لفتي سو إن أنتي سو قري يسقون مركع أبو ماذا المهم النبي صلى الله عليه وسلم دارتي وفريي وسقال يلا باتن هبين أيو مركع كاعتزال وكدير هذا سقال يلا باتن هبين بكدير هذاي أو ملقارة oo ku sugnayn jiray 29kii habeen markay dhamaadeen ayuu nabi u soo degay taana markaa sayidan ya rasuulullah soo tibil ahayd taana wuxuu markaa weeyay bishu waa 29 marka aayadani qisada noocaas ay ku soo degtay asaa rabbuhu in talaqa kunna an yubdila inta aanay soo deginna umar ba sheegay markaa arrinkan sheegay oo ku yiri markaa haduu إذن فر النبي إلى هاي محمد أيها الدمر إذن كخير بدنه سفوين كاله سفوين كان سياس أتري سلا عيد وشكتي إنه إذن كب دلو أو إذن كدوريو أيو إلى هاي مدن يا حقيقة كويا مركا وحي كم تيم موافقات كعمر بكمت عمر وفاها محدث هذه الأمة أمة كل إلها من شرين لكن النبي صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحين قد كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر وحجر جرى أمة ذي ذي كهر يدد لإلهامي وقلبي قد وحل قصة ورصحة هذه أمة ذي ذي كذا جرتو روح سوى عمر أشياء بذنبا إنتا وحي قصود ذي أصي الشيء عمر مركز أصيد أشيء أي نعضة وافقاتك عمر وحي قرسيان علماء قاركود إلى صدحية طبان أرين بي قرسيان لكن وحيوقي بيان موافقات لفظية هي موافقات معنوية مثل حق اللفظ يبقى وافقي وراه هذا ويري اللفظي ويري القرآن كو سدري هي مثل حق معناها كوافقي ومعنوه الشيغي قرآن كو كيمي حدو فره دمر تضبضى الصفة لإنه إلهي يقب الدلاء إلهي يبلن قادة لبضى الصفة قد بي صيبات وأبكارا الروح كما وذا صفوا بكرائن الصيب يبكر إلا بضا وذا النقضو مركا ها أرانا صفات كوا سديدي محلو لي هاي تضبع صيبات هي أبكار مدب الروح كقادنا إياه وقبل وحي نغانا إسا صيب مد عرمل أه أما وحي نغانا إسا مد بكراد أبي نغانا إسا إلا إلا هذا هو صيب وانا بكري دي مصورة قلها وبكراد هو الشبد وانا عرمل مصورة قلها صيب كم حد صيب لوغو مغعابي صيب كم حد صيب لوغو مغعابي اما صيبه لوغو مغعابي ومن صاب يصوب نقط كالغا كينا او قبرنا لفراد دي قريقة ابيه دي هو يدد بيكون نقر ايسا سيدا سامر كان لو يراه دا يعني صيب اما صيبه لو يراه دا حانا لغو صفايا يعني مركا سيدا اصل كاه اما غالب كاه دو مركا لغو صفايا وادعا سيدا كلمكا قل لي دا صيب والصيب الزاني مركا صيبه ساسا مركا لوغتي صيب كاي بكرد مركي لا شيغي صيب كان لهرمري وهي زوجات كالنبي صلى الله عليه وسلم وحيوبضنا ين صيبات
عرمل بي أبضنا يدمر كأنبيه قرسلي أو قبل زوجات كيسي رسم ذو النقضي قبر كريا أيوم بابا كأهي شبد وعائشة انت كلا وحيها ينعرمل ساسي أهل أتى عائشة قلت لي يدو النبي صلى الله عليه وسلم لك افتميسا وحي قلت لي هذا تلود قيلة وضطه وأتكون صوب بحدو قيد للطاقية قيدان للطاقين كاد داك سلهي ما كان للطاقين مسا كان للطاقين مركزوه كان للطاقين دي كان للطاقين واني قبيتين هذه اللي إله هذا فضيلة كترتا محيطة قبلوا إنه يصيب النقطه كرني بكرضين النقطه فضيلة كسوان صيبين النقطة علماء وحي إله دين لفتيدا فضيلة وكتري كرتايو عقلي بضنان تدين كعقلي بضنتو كتجربة بضنتو كوايا أركسنت هايو يعني شقوين كوغا أقوم بضنت حي يا وده قبر يرؤو ده مركا أنوايا أرك أهين عقلي قيدي أنو كف الليل oo demarka shaqada xataa laga yaabo inay marka si fiican u qaban karin iyo gabadha soo waayay aragtay yaa oo wax wanaagsan markay aragto de ku faraadaygaysa de kala marka door rool markana ixtibaar bay ku wanaagsan kartaa ati hadiska ay ku soo arortay jaabir oo labisan in nabiga arkay sallallahu alayhi wasallam taa marka uu nabiga u sheegay inuu gursaday لأن النبي يقول لي ما بكرت بعد قرستين مس عرمل بعد قرستين مركز عرمل بعد قرستين فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ما تشبت قرستي يعني أوضع عيارتان مركز يا رسول الله هبلا أن ولا النهي باتشره مركز هبلها أن ولا لها النهي هو يدود بمطي هدان ما أنت أكينو إن يروا اللهم إذا هدان أكينو وحبوا ما فائديني قبل مركا وين بان دون ييو تببرتو يعني ادبسو يعني مركا اي شقضا اي وحو البكبرتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم تاسنا وحو يوكو أمانا مركا وحو على كل حال مدبا اعتبار بيكفي عنان كرتان على ماذا قاركود وحي لا عصى قرآن كإنت كدسو أرورتي وهذا واجب موضع عن بيكرر بين على ماذا قاركود على ماذا قارنا موضع لبات بيكدرين موضع عن واجب ما هب لكن ما لها يكسو أرورتك كلوردن وهذا واجب وشيء لازم عصى من الله واجبا إلا في هذا الموضع لكن ورك النوع عصى علماء قاركود والتعقبين ووحي إلى مركا لفت إذا واجب وإيه أو واجب لماذا يكسو عطايا لكن شرط يكون حبني شرط وهدور دعاي واجب كاسي حسليها عصى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن حدي الله يلاهدو زوجات كالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا قد مرك أو خير بدن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أرمى قاركود قارب وقف جمال بيكلجان قارين اتقيتن كديه أحقه الراعية يقار حق الدنب الراعية قل يا مصاحفتنا وحي الدورتين حق الدنب إن الراعية مرك زوجاتك النبي صلى الله عليه وسلم إن دمرك أو خير بدنيهم بأيد لك قاضنا هدي حق هري للراعي الشرط جنا وحين قنا يساعد الله كبقتان دمركا إذ إذن لم يدي متشرو إذن ككود الستة مركا دمركا كخير كبدن حاجة كي من يان شواب تيد وحي تهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم نبي وضفر لها وأذي هذا النبي أي دبان وضفر لها وقمي خير بطير قارك خير بدن بالهير لها لكن ما دام النبي قانو الطلاق تقوى دين دعي لي ما دين قارك خير بدني متشران ما نتشري دولا أدمرك أمضا يقع خير بدن زوجاتك النبي صلى الله عليه وسلم يقع خير بدن أضو حول ياب له تتك قارك ودين زوجاتك النبي صلى الله عليه وسلم كبحسن وائل أي مانت عائشة أي حفصة أي دلي عين أيان أو عايان أو نعضل أيان وإن أبيه نبينا صلى الله عليه وسلم وشعلا ولبا عائشة أصي شعي البطن سيدة حديثك الصحيحة يكب الشيقية النبي هو يدي عمر بن العاص أقول يا رسول الله أي الناس أحب إليك تضياد شعي وحول النبي مركان وإماد النبي وإسرد وإنشري
سيوناكسن بو اي قابلي جيره الى ان سيراهدو ادو كو جيليه مركاسان وحان ويديي بوري تضيادو جعشاي قال عائشه عائشان جعلهي قال من الرجال حق الرق يادو جعشاي قال ابوها ابهد بانو جعلهي قال ثم من يا كحغا قال عمر وسي ويديي دنا رد بتريب زياده كو صابسن النبي مركز سود وين شري إلى ويسري سب وتشعلي هاي زيادة صحيح هيك أكو مصرنا لكن قدر ككل بخاري مسلم يسوي زوجات كالنبي قال وحياة هاي دمر وناك سنة خير له نبي قال طيب وها زوجات كي سنة طيبات بيا هاي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون إلى هاي وحينوش يا طيب كإن طيبة أسوناتي طيبات كإيا طيبين تو إنا يسوسوا نادين كوا وناكسني كوا حمنا إنا يسوسوا نادين مركا النبي صلى الله عليه وسلم طيب بوها زوجات كيسنا طيبات بيا هاي عدة زوجات كالنبي صلى الله عليه وسلم بري عين إيسا النبي صلى الله عليه وسلم بي ملكا قد عيس عدو النبي تشعلا بين عبيهين هذا النبي تشعلان لهايين نعد النبي تشعلا ويتشعلان لهايين أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه شرط المحبة أن توافق من تحب على محبتي بلا نكران جعلك شرط يسوحي هاي عد اللي تشعلي هاي وإن تشعلك الله وافقه أعد تشعلي هاي الله تشعل هذا عد النعبي هاي الله نعب هذا الله وحولي عصى ربه ربك وحمديه حقيقة كي هاي إن طلقكن هد النبي قد انفره أن يبدله إن أقبدل أزواجا دمر أقبدله ننكي وحليها الزوج دبردين وحليها الزوج أزواج بان لغو تمعيا سيدا ننك الزوج لأرميا دبردنا الزوج لأرميا متباوح أركي وخلق منها زوجها إيو وجعل منها زوجها آيدها شيرية آدم مركو إلهي أبوري يعني حوان وكابوري وخلق منها زوجها دبردنا وحمودي زوجها إن لو تشيده آدم لفتس مركز دبردنا وحيري حواء انت الله أبو ريب آدم من حواء لذا أبو ريب وجهلي جهلي بالغوي آيات في القرآن كالشيقة يين آدم لغا أبو ريب دوضع وعيد لغا أبو ريب وحيري زوجها بالي زوجته هل مؤرم أطايكم أجبتو لغة فصاحة بدل لنا وحي أهي إن كبرنا الزوج الأرمى يصير إنك الزوج الأرمى صاص مركا إنه مركا وحوي على كل حال زوجها وحلوت شيدي نفتا لما نهدي وحواء أبلوت زوجة اللي لا تألق ليا ورتعالى الله قرآن كم سألوني لا مفرد كذا ولا جمعية زوجي أزواجي الزوجين بقصاره على الإطلاق لقمها يا قرآن لكن علماء قالوا حبي لا دام فصيح بماها الزوجة لا يرادو لكن علماء قالوا حي يرادن وقليل لكن فصيح واتهاي أشعارها قاري أحاديث قارب الله هي صاصانة في عنا مك أزواج وجمع الزوج لكن زوجة زوجات بالغ جمع لها أن يبدله إنه يبدله أيو إلى هاي مدية هاي نبي صلى الله عليه وسلم أزواجا دمر دمر كاسو خيرا من كنا إذن كخير بدن دمر كاسو مسلمات المسلمات وإسلامه دمر كاسو مؤمنات المؤمنات إيمان له دمر كاسو قانتات إلهي أطيعية وطائعات قنود وحلو تشيدا الطاعة طاعة هلو تشيدا معاني بضن بأرق قنود نقص أرورا طوان معنى إنك بضن بأرق قنود نقص أرورا وبمعنى الدعاء بقص أرورا بمعنى القيام بقص أرورا يعني بمعنى الطاعة بقص أرورا بمعنى الخشوع بقص أرورا بمعنى السكوت بقص أرورا وهلو مجرد تائبات دمر كاسو إلهي التوبة كينية وحق إلهي ونقنية دمر كاسو عابدات إلهي عابدية كليقي عابدية دمر كاسو صائحات صوما سياحة للمرين تلك اللمرو تلمر نمضا أي السياحة اللي لهذا أصالة مريتان كأرلض اللمراء الله استعمالا لكن أرلض إلا إسكال ضوافه الله إسكمرا أرل لقو تعبدية ما هو لقو عبادي سنين والله سياحة في الإسلام إسلامك سياحة وحلى يلادو يعني أرلاد اللي يسكور يقول اللي يسكمرو يسأل المقصد روح عنه كلهي بس أسلا يسكمرو يا أرلاد يسكت طوافه شريعة إن مركا
ماذا عبادة قتائمة مركا سياحة أمدني وجهادك وحنا لسوري سياحة أمتي الجهاد صوم كلفتي سنة سياحة وأسر أرتا وأتمدى ساساوي العلماء قالوا حيكو فسرين صائحات لها الصائمات دمر الصوم يعني الصوم بدن الصومة أما صائحات أي مهاجرات دمر الصوم هجرودايو وحي كسو هايرين وكسو هجرودين بلد كقال لماذا وحي نبسو هجرودين بلد الإسلام قليها مركز صوفيادو طوافك أرلاد الله إسكا الثقافة يولا إسكا مرأيو يعني كو عبادة إستانو ميلها عدلاد أي ميلها عدب أولين بهقو يوين كإن إسكا قبطان تبدنا إلادان أيضا نكو خلاوين إنا أرلاد إلهي وإسكا طوافينا صحينا مقادنا إنا تانا إلهي وكو عابدين قال كود سمين شرين قال كودنا عبادك بدين شرين أي قال لقل يا الحلية أرقصال الله صحينا لقادم الروح مركو صفر أينا يصحي قاتا هو فضيلة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أركا تاسي لقو عبادة يستمع صيبات دمر كاسو عرمل أه يعني بعض يقول بأبلو تشيدا وأبكارا أما بكرة أهو شبدا أه مركا وغوحو دعيا بمعنى أو للتقسيم بو نقونا إياه بعض يقولنا وعرمل قيب كلو كم يدينا وشبدو يا أيها الذين آمنوا قوا رميا وقوا أنفسكم كإلالية نفيهن وأهليكم يأهلكين النار النار كإلالية نار تاسو وقودها وحلقوا الشدية لقهريا الناس والحجارة ضد يدك حن أيهين عليها ملائكة غلاظ شداد نار تاكر كيذا وحقصغا ملائكة ملائك ملائكة أصو غلاظ قلبي أدق وقلبي قد أدق يهي شداد يعني تشدد كود أدق يهي يعني شداد أهو قار دردران أهو قبشدد أي دران تهي شديد البطش قبشدد قار أي دران تهي لا يعصون الله ما أمرهم إلهي معاصي أيان ما أمرهم أي أمره لهم أمر كيسة إلهي أمري معاصي أيان كبدلون أما ما أمرهم الذي أمر هموه بين غنيسة أمر هموه عائد كوحو نغنية عائد منصوب نغنية أمر وحي مركا قادتا لما مفعول بي توسع قادتا أما مفعول كاللبات بي بأك دادا مركا هدي اللي إلى هذا وحوي وعائد مجرور دي قاعدة دي اللي قد شرية مردم ما يسترنا وحي نغنيسة كمنصوب كاين لغسعه مركا ماذا موصول يا مستريا لبدا لقبني ويفعلون وحي السمين ما يؤمرون أي الذي يؤمرونه كل أمري بي مركا السمين أيان إلى هاي وحو يريا مؤمنين تمقع إيمانك وقو يريا وحانو أمريا إن فهود إي إهل لدو ذبع النار كإلاليا النار تا وحلو كذا النار تا آخر وصيب غير عليا وحلو كذا وحي النار تا إذين سبب لها كإلاليا ومسبب غيب أولا السبب غيب نأه مركا اللي إلا ذا إسكا إلاليا وحرد أي أمر كاسي سبب تيسا إسكا إلاليا صابتي النار تصاب إلى حيد إكان سن لهيد إسكا إلالي ودعي وقال لما دي يفسقي يحمانتي إسكا إلالي هدا إسكا إلالي سان نار وإسكا إلالي سين مركا قفت نفتي سوا إنو مركا كإلالي وحا النار تأصاب إيا إهل كي سنو إنو كإلالي وحكو إلالينا إهل كينا أمرك وأمر إيو أو خيرك أمر إيو أكو بربارين أيو أكو تربيين أيو خيرك مر أولادكم الصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر سيدة حديثك الصحيحين كبخاري ومسلم يسوري وشيقي النبي قول صلى الله عليه وسلم وحا أمرتان أبتكين الصلاة دا أمرت الدبتشير مركيين كنا قراء مركي التبنشيريين وتربية خيرك لغو بربارين أيوه ولغو ربيني إنو والدك أمر أبتك الصلاة دا وحيكون نقول يسميد واجبه لكن علمه يرى إن قانقار كأهينين لي مادة وحيون نقوني سيساق السنة لكن أمر والدك أمر يا وواجب سنة ما سواه دو أمر كاكتده وكدن بابي لكن المها يري إن قانقارين هدو كتده إساقو كدن بابي ما يو أو إن دم لله قروا لك خرقاده رفع القلم عن ثلاثة وحكم دها وعن السبي حتى يحتلم
المهير إلى هاي قلن كواككر قادو الدم في أقر ما إلى وكغان قارين مركا هدون لا إيمان ده خير كين أجر باللوغة قريا هدان الله إيمان يعني دم باللوغة قريما وحما الشورة عانا دسك قاركودين يلهدان أبدك إنت يريهين يقان قارك أين أهين حسناتك إلا إيمان دان وارد كود باللوغة قريا وورعانو سوما ذا دحدة دكو عام بحضي لكن وحا يقول الله يا بضني وداد إن بدن وحبقا يوكو خد بضينا يا مركان أركي ما لم تمعين أيان آدي آدو يا با نما نكفي لينا ما أهين واركيون صومالي ذا كعام بحي أيون بوحيس كقاطي إني وحسحة تسحنا ما سحد وحي تاهي أمر كوالدك أمر يأتر هالو غغرو الصواب والدك هكوهلو لكن المها ير حسناتك واللو غري يدن بيدان لغري وحكى لدوان حق حسناتك أتر كآ يا حق الدنبيه ذاك الدول نبي صلى الله عليه وسلم قبربا المير السده الدول الحنبارسية هي بالسراء وقاطب ألي هذا حج قال نعم ولك أجر كان حجم أسق ناضي يعني كانوا كري أجر حجم هلي أدي حجك لمريو والمير السده نعم بأن نبي صلى الله عليه وسلم ها ولك أجر أذيغنا أجر باكو أسق ناضي تخير كادو الصوابطي أدمرنا يسمى ناسكتا إلا المير وحقرنا يماه يسمى اسكي أمر ماهي عشب بكويريس حديثك الصحيح وساسو شيري مرك أوركا قصاب صن إسكي وحبل لو قري ماهي حصنا دي والد كان لو قريا وهور غلط أنصح هاي وحي حصنا دي وال لو قريا وحي الدنبي أبا لو قريا قلن كالغاكور قاضي مرك وقلم المؤاخذة وقلم كالدنبية ذا لقو قرأي كي حصنات كما ساساود واتي علماء ذو إله ذين مركا أبط كالأمر يا صلاة دا يقى السنة يؤمن قونا يسا السنة السنة أجل كي وهلية ساسا مركا معنه بعيد مركا المهنة وحا لقو بربارية كحرمت من شب على شيء أما من نشأ على شيء شاب عليه كالشيء كبربارا وكعذوبه تتك قاركود انت وبد كيريهين صلاه امر ما يان صوم امر ما يان وحب امر ما يان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم عرضت يير عيد جاء يا بي صوم جيرين تكور عرور يير يير دادود يرتحي يا بي صوم جيرين مركا سا مركي اويان عنتدي اويان عيار سين جيرين المها مركا لا عيار سين يا عيار سيسك لو لو سين يا انتو ليغي يا مركا هذه الروح مركي عن الأمرين صلاة وحب عن الأمرين ولقي مركو وين هذا اللي يلاهدو مركي سمركا ومركو وين هذا اللي يلاهدو صلاة تكو يا دي وحي كردق أنت يا أور كوبية تنشيرو مركا حريق الوقبتين ولا دوني إلا الله إليه ما الله إلي قادنا يا أور كي انتي هره هدان لطابعان مركو قارن كهاية يلا ومركو وين هذا يا أور كوبية تنشير نغضي يلاهدو مانتان الله إليه حالة قفلة يا صاص وكالي شبه يسا يا أمد بقى حكومة تلي أبطك التربية دودة لا أنت مركي قينته يا مركي صوح لها مركي إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا تلين ولو لينتها الخشب لا أنت مركي قينته هذا الله أبطوي اللي عيسى يسا سيوسو دتشغان بين غريسا وأردتين يعني دتك ميقى أركيد سيدا مركي عدقها الله سمي سيدا حتى يقول الله شو ساسي هانس يا سيدا ديك تلقو سمي وساس لكن مركي قال الله دي للدونة إن مركي وحوي على الله أبو دوي تبي سوا بع وتبي سوا مركي مركي تربية ذي مركي كتهاي إن خير كلا جو بربارية وخير كلا أمره مركي النار وحلا جو شدة أي تهاي ضد يدخن أنا ما ذكر وحي عندك حن تاني وحوي وعندك حن تي عابد كريم أنا ما ذكر كودنا وحي معنا كعام صنب على قتل الماما يايو وحدك حن تلوشي ذا حجارة الكبريت وعندك حن تاني مركي سوا حد ضبك بحنية markaasi ay naartii u kordhiyaan qadmoonna ugu siyaadiyaan yaani olol kale u siyaadiyaan dhagxanta ay u qarqarxaan dhagxanta marka la kulayliyo kulkoodu wuxuu noqonayaa markay isaga khatar noqonayaan taas ayaa lagu huriyaa waa naar taran dabkii xabada lagu hurin jiray maaha waa naar lagu hurinayo dad iyo dhagxan lagu huriyo taa iska ilaaliya diwaan ka kulushay dabkan adduunyada oo سقالي اللي حدين شير تبار بيقوكو لشي عبد الله من الله ما لا بتبار ما تبن تبار ما
والسجالية اللي حدا نشير تبروي يا بيضرب كان كقرش مركان النار تاس كيلانية كرك هذا وحقوس كان النار تاس ملاقيه وحقو عذاب يسوع قلبي هذا غلام وحق قلبي هذا شدادنا وحق مركا قبشدي تلك ملاقيك توه حقوس كان عطي قلبيه أي حقوس كان هذا وحلاقة قاضنا يا ملاقيك تينا يشير لا ضحي قلبي أين إليهن آيات كابت تصريحنا يا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قلوب توحلوت إذا قلوب الملائكة ملائكة قلبي أوصق ناضي شربي لا ظهر قلبي لا ظهر قربي لا ظهر أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء أتوا النبي أركي صلى الله عليه وسلم ملك الجبريل قال لحب قلوب قرب أوصق ناضي مركزتك إلى هذا ملائكة توحلوت إذا قوى الخير الكاملة في الأشياء بمرأيك لا يلاذا قرد الفلاسفة دي ساتي لهذا أود خير كي أشياء دا كتشرتنا مرأيك با لا يلاذا أود الشر كي أشياء دا كتشرتنا شياطين با لا يلاذا فلاسفة دو مركي سيدا ليه وقول باطل باطل ميوحس آياتك قرآن كي أحاديث النبي إجماع المسلمين تأنت وكوري منس مرأيك توحى أصبنا ذي قلوب يحقول بأصبنات لا يعصون الله ما أمرهم إلا هيوحى أمره معاصيان وما خلافيان وحين السمينيان وحي إلا أمر السمينيان وحي إلا أمر أي السمينيان هل كهين قلت شوق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.